هجرهم قصف طائرات الاحتلال الروسي وبراميل الأسد المتفجرة من أرضهم وبيوتهم وقراهم، فوجدوا أنفسهم هنا في مخيمات النزوح، هاربين من الموت إلى موت بطيء ينتظرون فيه المساعدات والمعونات كي يعيشوا، يجلسون ليهشوا الغبار والانتظار وسطوة الزمن الثقيل. ما الذي يمكن أن يحلم به المرء في مخيمات كهذا؟ وكيف يمكن أن يقاوم هذا المصير؟ وأي هدف يعيش هؤلاء من أجله؟ لا تجد أم حسين الكثير من الكلمات كي تقولها لنا، فقد نزحت من شرق معرة النعمان إلى هذا المخيم قرب معرة مصرين في محافظة إدلب، وخلال سنوات فقدت كل ما كانت تملك. ما ظل عنا شيء، كل شيء ما ظل عنا شيء، صار لنا 4 سنين 5 سنين نازحين وما عندنا نعرف شو نسوي، ما ظل عنا شيء. في بنك الأهداف جلست أم حسين تحدد خياراتها، فثمة هدف وحيد استطاعت هذه المرأة الستينية أن تجد السبيل إليه، سعية لفتح باب من أبواب الرزق، مستعينة بمعارفها القديمة وما تعلمته من والدتها. وصار ما ظل عنا شيء، اللي كان عنا خلصناه، أصرفناه وقعدنا. قمنا نتفطن على شغلات القديمات، كانت أمي تسويهن، قمت أسويهن أني لنعيش الأولاد اليتامى. وجدت أم حسين ضالتها في صناعة مواقد الطين، تبيعها لأبناء المخيم. علها تعينها في إعالة بناتها وأحفادها الأيتام، لكن المهارة التي تعلمتها من والدتها أخذت تصطدم بصعوبة الحصول على المواد الأولية اللازمة. بدنا نشتغل على الحطب، أروح بعيد لأجيب تراب، أروح بعيد لأجيب حطب، أروح بعيد لأجيب تبن، وإحنا نازحين من بلاد السنجار، إحنا من بلاد السنجار، إحنا تابعين المعرة. من الماء والتراب ومما تيسر لها من التبن والقش، تصنع أم حسين مواقد طينية تبيعها للنازحين في مخيمات اللجوء، مواقد للدفء وتحضير الطعام وصنع كأس من الشاي أو فنجان من القهوة، فلعلها بذلك تحقق الهدف الذي تتمسك به، أن تعيش من عرق جبينها وألا تمد يدها لأحد رغم ما تعانيه من متاعب وآلام. لم تكن مشكلة فارس هي مغادرة بيته وأرضه قصراً في
في رحلة التشرد والنزوح التي فرضت عليه وحسب، بل كانت أيضا في الإعاقة التي تسبب له بها قصف طائرات نظام الأسد ومنعته من المشي والعمل. فارس عبد الرزوق مصاب، من ريف المعرة، من ريف المعرة الشرقي، بسبب هالقصف اللي صار ببلاد الشرقي مغنى، وطفشنا وصارت لي شظية سببت لي عجز. صار لي 3 سنين، بركة سنة كاملة لا أروح ولا أجي ولا من هالإصابة، على هوا الإصابة. بعد نحو عام كامل قضاه في السرير وفي الخيمة، أصبح أمام فارس هدف وحيد، وهو أن يتمكن من أن يتجاوز إعاقته بمساعدة كرسي يعينه على الحركة، كي يعمل ويساهم في إعالة أسرته المكونة من 10 أفراد. ولأنه لم يكن يملك ثمن الكرسي، فقد قرر أن يصنعه بنفسه. ظلت سنة بارك لا شغلة ولا عملة، نايم بالفراش، ما مليت، طلعت آخر شيء الحمد لله الله هي أنا هالبسكليت وقمت زبطنا وطلعنا فيه، وصار فيه شغلات كتير يعني جهزناها الحمد لله، ومن حداد وهيك حتى زبط الخشبات وأمورنا تمام الحمد لله رب العالمين. استعان فارس ببقايا دراجة هوائية محطمة، وتبرع له البعض بقطع حديد وعجلات منسقة من إحدى المركبات المتوقفة. في مثل بيقول إذا خليت خربت، لا الحمد لله في الخير كتير بيساعدوا، مثلاً أنا كتير ساعد بالحديدات، الحديد بالدواليب، بكتير شغلات ساعدوني فيه الحمد لله، وزبطنا أمورنا وصرت أروح فيه وأجي، وكتير عالم الله مهيئ ناس بتروح وتجي وتشتغل بهالأمور هاي. لم يتمكن فارس من تحقيق هدفه بتصنيع الكرسي الذي يساعده على الحركة والتنقل وحسب، بل هزم بروحه القوية المليئة بالعزم والإيمان كل حالة اليأس التي كان يمكن أن تعتريه. واستمر متوقداً بالحياة، يحدثنا عن الأمل والعزيمة بوجه مشرق صبوح. أنا بتمنى أنه ما حد يمل ولا حد يأس، أنه خاصة اللي معه إصابة أو شيء لازم يشتغل بيروح بيجي، لا يأس من هالحياة، والحياة بدها تستمر يعني حلوة، ولا هذا اللي الله قدر وهذا اللي الله كتبه. وهلأ نزحت شمالي أدلب، عرة مصريين، مخيم الأنوار بارك، حاليا مخيم الأنوار. كثير عالم ما عنده لا دراجة لا عنده شيء، لا تقدر تروح تطلع مثلا، الواحد يقول لك خلاص على الدراجة، يعني يحاول الواحد انه صار له دراجة متحركة صار له شيء لا بأس، بس انه يظل بارك لا. حلم خالد النازح من ريف حلب أن يركب سيارة تعينه على قضاء حوائجه، ولما وجد أن ثمنها الباهظ أكبر من أن يحلم بجمعه قرر أن يصنعها بنفسه.
أنا من صغري بحب أشتغل بالأحدادي وهالأمور هاي والاختراعات، فاخترعت أنا أكثر من شغلي بهالمجال هذا يعني، والحمد لله ما بيصعب علي شيء، الحمد لله من فضل الله ما بيصعب علي شيء. اخترعت فرن غاز الكهرباء قلبته لغاز، وسخان كهرباء قلبه لخلاط عصير، وفي كتير شغلات بيشتغلوا الحمد لله ما بيصعب علي شيء. فيما ينهمك خالد في تحقيق حلمه الكبير، يحدثنا عن رحلة التشرد والنزوح هرباً من قصف طائرات الأسد وروسيا الذي طال بيوت المدنيين وطارد أحلامهم بالعيش والاستقرار في المكان الذي ولدوا وعاشوا فيه. كم أنا اسمي خالد اليوسف من قرية الحدية مريف حلب الجنوبي، نازحين من سنتين، نزحنا على أدلب لهوني من الخصف والطيران، وكنت أشتغل حدادي بالضيعة، وجينا لهوني وما في شغل عندي، ما لقيت شغل، حبيت إنه أشتغل لي شغلي أستفيد من وراها، باخترعت سيارة بسيطة مشان أشتغل فيها، ومشاويرنا هون صاير بعيدة عن البلد، بقضي حاجتي وما عندي استطاعة إنه أركب سيارة وأشيل أنا وولادي، عندي 3 أولاد وعائلتي. رغم الحماس الشديد للعمل والصبر الطويل على التجربة والاهتمام العميق بالتفاصيل، فإن خالد يمضي في مشواره لتحقيق حلمه، لا يعيقه عن ذلك سوى تلك الصعاب التي تنتج عادة عن فقر الإمكانات وضيق السبل التي يخيل إلينا أنها تغلق الطريق أمام تحقيق الأحلام الكبيرة وبلوغ الأهداف الكبيرة. هاي المرحلة الأولى هاي للسيارة، فأكثر شيء في عنا صعوبة بالأدوات اللي ما عندي، غالي هاي كتير كمخرطة والقطع هاي. في صديق برو لعنده بيشتغل أنا بإيده، بيشتغل عنده هناك، وفي عدد عندي أنا عدتي بسيطة كتير على قد العدة اللي عندي بيشتغل فيها، وإن شاء الله لا راح أطورها، بدي أسويها بيكاب مشان المرأة والولاد ويشتغل عليها. لازم صاج وبلور ومساحات وبواب حديد النوب، وبلزم دواليب النوب، هدول دواليب تعبانات ما خرج يشتغلوا هالشغل هذا، وبإمكاني بس نطورها خليها خلفي كمان ترجع رني، بس في قطعة غالي هاي $40 ما عندي استطاعتي المادية، ما بتعيني انه اجيبها. ليس هدف أم حسين صنع المواقد الطينية وبيعها، وليس هدف فارس التحرك على هذا الكرسي البسيط الذي صنعه من لا شيء كي يتحدى إعاقته، وليس هدف خالد صنع السيارة التي يحلم بأن تتسع له ولزوجته وأولاده الثلاثة. فهذه الأهداف كما تقول لنا الوجوه والقسمات المتعبة والتعابير المتفائلة وهمسات الصبر المضنية، هي مجرد وسائل من أجل تحقيق الهدف الأسمى، العيش بكرامة، العيش دون مد اليد والتسول لأحد.